طابت أوقاتكم. ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي عند الشعراء كنز استثمروه ووظفوه في موضوعات شعرهم تديناً وتوسلاً حيناً، وخدمة لأغراضهم الدنيوية أحياناً أخرى. ليلة القدر في الشعر العربي والعالمي، ملف حلقة اليوم ضمائر متصلة، ومن موضوعاتنا قصة قصيدة أبي طالب في حصار الشعب، ومعركة ابن بدر شاكر السياب مع تصريحات فنان العرب محمد عبده عن أنشودة المطر. مرحبا بكم. قد صبرنا بالوعد منك شهورا ما رأينا بهن ليلة قدري، كل تلك الشهور بيض ولكن ليلة القدر خير من ألف شهر. عند هذا المعنى تحديدا وقف الشعراء العرب منذ القرن الأول الهجري ليستحضروه ويوظفوه في الغزل والمديح والشكوى تقربا من الله حينا، ومن الحبيبة أو صاحب السلطة والفضل أحيانا أخرى. وكذلك كان لليلة القدر إسقاطات سياسية في الشعر الحديث. هذه المحاور وغيرها سنضيئها في هذه الليلة المباركة مع ضيفنا الناقد والأكاديمي الدكتور أحمد علي عمر، ولكن بعد هذا التقرير. الليلة ليلة القدر أجمل ليالي العمر، الليلة ليلة القدر أجمل ليالي العمر. وقبل الأناشيد الشعبية والابتهالات التي تتوسل ليلة القدر، كانت المناسبة منهلا ثر المعاني للشعر العربي منذ القرن الأول الهجري، فأنزلها قيس بن الملوح في مقام الغزل وسار على نهجه العاشقون، فعظم استخدام ليلة القدر في مواضع الغزل حتى كاد يطغى على باقي الأغراض الشعرية، لولا أن محيي الدين بن عربي وأهل طريقته من الصوفية أعادوا الليلة إلى مدارها وإن من وجهة نظرهم، فكثرت أشعار الصوفيين في ليلة القدر ومعانيها وتجلياتها. وقبل ذلك استثمر شعراء الشغب كبشار وأبي نواس إسقاطات القدر في قصائد فاحشة، واستثمرها غيرهم في المديح والمناسبات الاجتماعية، وأخيرا استحدث السياب غرضا وإسقاطا جديدا عندما أدخل ليلة القدر في دهاليز السياسة، منبها إلى غفلة الأمة وداعيا إلى تعديل هرم الإسلام المقلوب. يا ليلة تفضل الأعوام والحقبا، هيجت للقلب ذكرى فاغتدى لهبا. ويبدو الشعراء مصرين على ولوج طاقة القدر بأشعارهم حتى وإن كان بلسان أعجمي، فثمة قصائد كثيرة لشعراء غير عرب تظهر بوضوح اختلاف البيئة والتعاطي مع معاني ليلة القدر وتجلياتها، فالليلة تختلف من بيئة إلى أخرى ومن زمن إلى غيره، ومن هوى شاعر إلى ميول شاعر آخر، والعاقبة للمبدعين. يا رفاقي ودعوا شهر الصيام بدموع فائضات كالغمام. لمناقشة الموضوع يسرنا أن نرحب بالناقد والأكاديمي دكتور أحمد علي عمر الأستاذ في جامعة إسطنبول. أهلا وسهلا دكتور أحمد. أهلا وسهلا بكم، رمضان كريم مبارك وتقبل الله طاعاتكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. بلى والذي لا يعلم الغيب غيره، بقدرته تجري السفائن في البحر. بلى والذي نادى من الطور عبده وعظم أيام الذبيحة والنحر. لقد فضلت ليلة على الناس مثل ما على ألف شهر فضلت ليلة القدر. قيس بن الملوح، منذ القرن الأول الهجري منذ فجر الإسلام وظفت ليلة القدر في الغزل، وأثناء بحثي الحقيقة دكتور أحمد وجدت أنها وظفت في الغزل تقريبا مثل أو أكثر مما وظفت في الدين والتوسل. الغزل وليلة القدر دكتور أحمد. بالتأكيد لليلة القدر خصوصية كبيرة عند المسلمين، ذاك أنها كانت نقطة تحول حضاري عظيم في أن تكون هذه الأمة عالمينية،
فلم تكن هذه الأمة بذلك إلا حين نزل الكتاب الكريم المقدس في تلك الليلة. ولذلك هذه ليلة في الحقيقة هي خير من ألف شهر. قال العلماء الألف هنا ليس شرطا أن تكون محصورة بهذا العدد، إنما العرب لم يكونوا قد عرفوا الأعداد المهولة إلا بما يستساغ عندهم، ولذلك فهي تعني أفقا غير اللانهاية. نعم، أفقا لا نهائيا. الآن نأتي إلى الحب، ولا سيما الحب العذري، ذاك الذي يتألم الإنسان فيه من أحوال اللقاء والحرمان. هذه الحالة هو أمام حالة جمالية، هذه الحالة الجمالية التي سببت هذا الالتهاب الشعوري عنده لا يمكن أن يعبر عنها إلا بالصورة البيانية. هذه الصورة البيانية عند العرب قديما كانوا يفضلون استخدام التشبيه، ولذلك كان الشاعر عندهم مجودا إذا أحكم صنعة التشبيه أيما إحكام. نعم. وحتى في الاستعارة كانوا يشترطون أن تكون متطابقة في عناصر التشبيه، العلاقة القائمة في الاستعارة. هنا نحن أمام إذن حالة فريدة، حالة عجيبة، أنه في محبوبته، أمام محبوبته فاضت عنده الأحوال عن اللغة. وكذلك ليلة القدر، ليلة القدر لا يمكن مهما وصفتها إلا أن تحيط ببعض الأسرار، لا أن تحيط بكل الأسرار. صحيح. فهذه الأسرار التي لا تستطيع أن تحيط بها إلا أنك أيها المسلم تقر أنها عظيمة، وأنها لا يحاط بوصفها، وأنه لا فوق فوقها. وكذلك إذن حين أجعلك تعتقد أن محبوبتي تشبه ليلة القدر من ناحية التمايز بين الجنس البشري كما تتمايز ليلة القدر بين الشهور. ولذلك في هذه المقارنة نستطيع الإنسان في الحقيقة أن ينقل إلينا ليس الإحاطة بالأسرار، إنما ينقل إلينا حقيقة الإحاطة بأن هناك شيئا غريبا، وأن هناك شيئا لا يمكن للغة أن تحيط به، ولا يمكن للغة أن تتحقق به. وكذلك هم حقيقة لم يقتصروا في تشبيه ليلة القدر بمحبوباتهم أو محبوباتهم بليلة القدر على وجه التمايز، إنما أيضا أكسبوا الغزل العذرية المواصفات التي يستخدمها الإنسان في ليلة القدر من التعبد والخلوة والحجب والاتصال والأنسة والوحشة وغير ذلك من أمور. ولذلك حتى في أشعارهم عامة يستخدمون ما ينقطع به الإنسان في ليلة القدر إلى الله، في أنها حجبته وأنها سلبته بالوصل، وأنه يبتغي الوصل، وأنه يبكي لذلك، وأنه دائما يبتغي أن يتجاوز هذا الحرمان إلى الوصول. ولذلك كل هذه المعاني في الحقيقة هي معان نتلمسها في ليلة القدر. الإنسان لا يمكن في الحقيقة أن يترك هذه الليلة وهي خير من ألف شهر تمر من غير أن يكون له انقطاع إلى الله عز وجل. نعم. من غير أن يكون له توسل إلى البارئ عز وجل، من غير أن تكون له دمعات صادقة، أن يقص قبسا من ضوئها يعني. بالضبط. ولذلك هو في الحقيقة هنا الآن يستخدم أيضا المعاني التي يستخدمها. ولذلك إذا ما طلعنا الغزل العذري بالضبط يعني، أو خصوصا الغزل العذري، فإننا نجد أن المعاني التي يستخدمها الإنسان في ليلة القدر، السلوكيات التي يستخدمها الشاعر العذري أيضا لقاء محبوبته، من طلب التوسل، من طلب اللقاء، من طلب ألا تحرمه، من طلب هذه العوائق التي تعيقه عن الاتصال، كما العوائق التي تعيق الإنسان عن الاتصال بالله عز وجل. هذه الحجب كما أنها موجودة في ليلة القدر نتلمس أن تزول، وكذلك الغزل العذري يتلمس للحجب بينه وبين محبوبته أن تزول كذلك. جميل، يعني فيض ما شاء الله، فيض من الفيوضات. طيب دكتور أحمد، استخدام آخر الحقيقة لفتني جدا، وهو حديث لم أعثر عليه في قديم الشعر عند العرب. يقول بدر شاكر السياب: يا ليلة تفضل الأعوام والحقبا، هيجت للقلب ذكرى فاغتدى لهبا، وكيف لا يغتدي نارا تطيح به قلب يرى هرم الإسلام منقلبا. يا ليلة القدر يا ظلا نلوذ به، إن مسنا جاحم الرمضاء ملتهبا، ذكراك في كل عام صيحة عبرت من عالم الغيب تدعو الفتية العروبا. توظيف سياسي لليلة القدر عند بدر شاكر السياب في هذه القصيدة الطويلة جدا الحقيقة. إذن أيضا استثمرت هذه الليلة في استنهاض الهمم وفي حض المسلمين على العودة إلى سيادتهم.
هل لمست استخداما أو إسقاطا سياسيا آخر لليلة القدر في الشعر العربي؟ في الحقيقة الاستخدامات أو الإسقاطات السياسية في استخدام أشعار ليلة القدر نجدها بين جانبين، إما أن تكون في ليلة القدر وإما أن تكون عن ليلة المولد النبوي، كلاهما يجد الأديب أن هذه الأمور مرتبطة تمام الارتباط بالإنسان المسلم وأنه يقدسها، فبدلا من أن يقول له انهض كرمى ليلة القدر كرمى ليلة القدر، بدل من أن يقول له يستحسه أسألكم بحق المولد، فإنه يوظف هذا البعد سواء في العيد النبوي المولد النبوي وسواء في ليلة القدر ليستحث الهمم ليستنهضهم، وهذا ما وجدناه عند القروي أيضا في ليلة المولد حينما قال يا قوم هذا مسيحي يذكركم لا ينهض الشرق إلا حبنا الأخوي، فإن ذكرتم رسول الله تكريمة فبلغوه سلام الشاعر القروي. نعم. فإذا كل هذه العوامل، وحتى إذا ما انتقلنا إلى أدباء المهجر فإننا نجدهم يستثمرون، ولا أقول يستغلون، يستثمرون المقدسات أو الأحوال القداسية عند المسلمين سواء في المناسبات سواء في قرآنهم سواء ليستنهضوا الهمم، لأن الإنسان المسلم يعلمون الأديب له قراءة خاصة، له قراءة عميقة، يعرف صحيح. أن الإنسان لا ينهضه شيء كالعقيدة، ولذلك لجأ إليها في ليلة القدر، وبما أنها أعظم الليالي فسألهم إذن بأعظم ما يقدسونه وهو ليلة القدر أن تعود لهم هذه الرمزية وهذه السيادة وهذه الحرية كما نسميها في النهاية، لأن ليلة القدر في الحقيقة هي كانت مفصلا حقيقيا لحمل لواء الحضارة وأن تكون نقطة انطلاق لهذه الأمة، فلا يمكن، لا يرضى الأديب حقيقة لهذه الأمة التي حملت راية السيادة راية الريادة في هذه الليلة شعلة وضاءة من أن تنتكس على أعقابها وتعود إلى أن تكون يعني رازخة تحت وطأة العبودية من جديد أو الاستعمار أو غير ذلك، ولذلك دائما ما يستثمر الأديب في الحقيقة كل المناسبات الدينية ليستنهض الهمم، ليقول للإنسان المسلم إنك إذا أردت أن تقدس الليلة حق تقديسها وإذا أردت أن تقوم بها حق قيامها فقم بأمتك، ذاك القيام الذي نزلت لأجله ليلة القدر، وجدت لأجله ليلة القدر. طيب، إلى موضوع آخر والحقيقة شائق ومتميز، الصوفية. صوفيون تميزوا في تناولهم لكل الأشياء وكان لهم إسقاطاتهم الخاصة ولغتهم الخاصة وأساليبهم الخاصة. أكثر ما وجدت طبعا عند الصوفيين عند شعراء الصوفية ليلة القدر من المقدسات التي كتب فيها الكثير، آلاف القصائد كتبت فيها، لكن لمست وجودا كبيرا لها عند محي الدين بن عربي تحديدا وعند عبد الغني النابلسي هذا الشاعر العظيم من شعراء القرن الثامن عشر، يعني الشاعر الشامي العظيم. يقول محي الدين بن عربي: كل وقت أراك ليلة قدري والتي للأنام في رمضان هي خير من ألف شهر، وإني أنا خير منها بغير زماني، فضلها راجع إلي وفضلي راجع للذي عليه براني. يعني هذا بعض مما قاله محي الدين بن عربي وله كثير في ليلة القدر. وأيضا شعراء الصوفية عموما لهم نهج مغاير كما قلنا، عبد الغني النابلسي آخر وأكثر من وقف على ليلة القدر في شعراء الصوفية: الله أنزل حكم أمري في نشأتي في ليل قدري، وأنا الخفي هنا وما أدراك ما قدري وفخري، أنا ليلة القدر التي هي خير قل من ألف شهر. هذا مثال للصوفي المتأخر عبد الغني النابلسي. طيب، خصوصية ليلة القدر في شعر الصوفية صديقي. في الحقيقة للصوفية معجمهم الخاص. صحيح. أنا قلت دائما إن اللغة للغة العربية أبعاد ثلاثة، وهناك من خالفني في هذه المسألة. البعد الأول وهو بعد الحقيقة، والبعد الثاني هو البعد الذي ارتقت به أشعار العذريين في أن تكون ليلة ليلة حقيقية أحبها إلى أن تكون ليلة رمزا للحب المطلق الإنساني. جميل. مع البعد الصوفي انتقلنا إلى بعد ثالث وصارت ليلة رمزا للمحبة الإلهية. أيوة. الآن إذا أردنا أن نحاكم اللغة الصوفية وفق المعجم الثاني فإننا نظلمهم. صحيح. وإذا أردنا أن نحاكمها وفق البعد الأول فإن هناك من يكفرهم. كفروهم وفق هذه الأبعاد. كفروهم. لأنهم لم ينطلقوا من النظرة
اللغوية إلا من خلال البعد الأول، وهذا في الحقيقة يظلمهم. أنا لا أقول أنني أتفق معهم أو أخالفهم، أدافع عنهم أو لا أدافع عنهم، لكن هذا ما ينبغي للإنصاف أن يقال. فإذا اللغة الصوفية لما استخدم الشيخ محي الدين العربي ليلة القدر هذا التوظيف، لو أردنا كما قلت أن نستخدم حتى البعد الثاني لظلمناه. صحيح. هم لهم لغتهم الخاصة، وكذلك الششتري ربيبه في الأندلس، وانتقلا معا إلى المشرق، واحد في مصر وواحد في الشام. أبو الحسن يعني أيضا أبو الحسن الششتري نعم أيضا استخدمها. أيضا دكتور أبو الحسن الششتري كعادتي أنزلها من مقام اللغة العربية الرفيعة إلى مقام اللغة الوسيطة اللغة الثالثة. نعم. فكتب فيها في العامية والفصحى المختلطة. نعم، لأن طريقته طريقة السماع. أيوة. فأراد لها أن تنتشر بين الناس. لذلك اللغة العربية هناك لغة عقلية وهناك لغة قلبية. اللغة القلبية اختصت بها مذاهب التصوف، ولذلك دائما مذهبهم عدي عن الوهم والخيال واستعمل الفكرة والنظر، ما الناس إلا كما الخيال فانظر إلى ماسك الصور. ولذلك في هذه الرؤية، ضمن هذه الرؤية، نستطيع أن نقول إن لهم عالمهم الخاص في النظر إلى ليلة القدر ذاك. ولذلك لماذا فضل نفسه عليها؟ لأنهم ندخل نحن الآن هنا في قضية وحدة الوجود ووحدة الشهود، في أنه بما أنه لا يرى في الكون إلا الله، فبما أن وأن الله عز وجل هو الذي أنزل ليلة القدر وأنه هو الذي أكسبها هذا البهاء العظيمة، فإذا لا يمكن أن تفاضل به عز وجل. ولذلك هذا المدخل ذو البعد الثالث هو الذي يجعلنا حقيقة نقرأ الأبعاد الصوفية قراءة جديدة. ليلة القدر عند المتصوفة نستطيع أن نقرأها قراءات عديدة، كقراءتنا للمولد النبوي، كقراءتنا للأبعاد السياسية حين يتحدثون عن الحكم وعن السلطان، هم يزهدون في كل شيء. صحيح. فخذ الملك وأنا ملك على زماني وأنا ملك بين أقراني، وهكذا كانوا دائما يستخدمون هذه الأبعاد. إذن ليلة القدر في التوظيف الصوفي لها مزية أخرى، لها معان أخرى. هذه التوظيفات التي وظفوها في المعجم الصوفي لا نستطيع حقيقة ولا يستطيع أي إنسان أن يستلهم هذه المعاني ما لم يتضلع بهذا البعد الثالث، بعد الأبعاد الصوفية، حتى إذا ما قرأ مصطلحاتهم وضبط حدود قراءته وفق هذه المصطلحات استطاع أن يتلمس هذه الأبعاد الجديدة التي أكسبوها لمعاني ليلة القدر. جميل جميل جميل. طيب، وكعادة بشار بن برد المشاغب وأبو نواس لابد أن يخرقوا المنظومة ويأتوا بشيء جديد. بشار سجل سبقا في إقحام المعاني الدينية في الهجاء والصور البشعة المقذعة، ألا إن أبا زيد زنى في ليلة القدر ولم يرعى تعالى الله ربي حرمة الشهر. يعني اتهام شخص بالزنا في ليلة القدر هو أعظم ما يمكن أن يتهم به مسلم. هل رصدتم دكتور أحمد توظيفا شعريا متواترا من هذا القبيل لاستخدامها أو تضيفها في الهجاء؟ في الحقيقة بشار بن برد وإن كان يأتي بالجديد دائما ويفاجئنا بالجديد مثل ربيبه أبي نواس، إلا أنه في الحقيقة هنا لا أجد ذما لليلة القدر قدر ما أجد تعظيما لتحريض على هذا الرجل أنه أتى. صحيح. المحرمات في ليلة القدر. فإننا إذن لو نظرنا ضمن هذا الإطار لا نجد أنه يمس هذه الحدود التي لا يسمح له بمسها، ولكن هو دكتور قرنها بالزنا وهذا بحد ذاته تجاوز عليها. نعم، لكن يا سيدي الكريم أستطيع أن أعطيك أن السلطة يعني ربما تحاسبه حسابا شديدا، وهذا ما حصل في النهاية حينما. صحيح. قال يسنك من مخدرات قول تغلظه وإن جرح عسر النساء إلى مياسرة والصعب يمكن بعد مرم. هنا لا نستطيع أن نحاكمه وفق أنه قال شيئا قارب فيه المحظورة أو ابتعد عنه، لكن أنا عندي حالة أيضا في العصر نفسه لشخص آخر، لشاعر آخر قارب هذه المعاني، بل إنه أفحش في ذم ليلة القدر وتركته السلطة، بل قهقهت في ذم ليلة القدر. في ذم ليلة القدر. أما هو هنا الآن بشار لم يذم ليلة القدر. لا 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 أبدا. ومع أنه قتل على الشعوبية. إذن هذا يعطينا دليلا على أن السلطة إنما كانت تنظر إلى هذه الأمور وفق منطلقات سياسية. المقرب مني معفو عنه، مرخص له في كل شيء. والبعيد
أحاسبه على الكلمة، على الشبهة، على الشبهة. وهذا ديدن السلطة في كل زمان صحيح. ومكان. ولذلك أنا من هو الشاعر وما هي القصة؟ هذا أبو دلامة، هذا أبو دلامة أبو الذي دلامة. كان متخصصا في إضحاك المنصور والمهدي. نعم. هذا كان يعني في ذات الأيام دعي إلى الصلاة فضاق ذرعا بما دعي إليه، وكانت في إحدى الأيام ليلة القدر. فحينما خرج من ليلة القدر، يعني الإنسان حتى الشاعر العاصي حين يذوق فيوضات ليلة القدر لا بد أن يعني تستجيب نفسه ويرق قلبه نعم. وتتهذب طباعه صحيح. هذا بعد نهاية ليلة القدر قال: ما ليلة القدر من همي فأطلبها، إني أخاف المنايا قبل 20، يا ليلة القدر قد كسرت أرجلنا، يا ليلة القدر حقا ما تمنينا، لا بارك الله في خير أؤمله في ليلة بعدما قمنا 30. هذا المعنى قهقهت السلطة أمامه وحاسبت غيره على معان أخف من ذلك. إذن في الحقيقة أنت سألتني أستاذي العزيز أن هل وجدت تواترا في هذا الأمر؟ في الحقيقة بما أنه يعني يتميز ضمن زاوية مقدسة عند المسلمين فلم أجد هذا التواتر في الحقيقة إلا عند بعض هؤلاء المشاغبين الذين أسميهم أو الذين حاولوا أن يقتحموا حدود المقدس الأول حين لم يستطيعوا أن يقتحموا حدود المقدس الثاني وهو السلطة. وهذا في التواتر بما أن له مزية ورمزية وقداسة عند المسلمين فلم أجد هذا إلا في القرن الحديث مع طاهر بن جلون في المغربي الفرنسي المغربي حين استخدم روايته ليلة القدر لضم أحداث في حقيقتها يعني لا تليق بأن تكون واقعة في أي يوم من أيام السنة، ولكنه جعلها يعني باسم ليلة القدر. وهذا يعني ليس متواترا كما قلت، يؤكد ذلك على أن لهذه الليلة خصوصية معينة وأن المسلمين رغم تباعد هذه السنين ما زالوا يقدسونها وما زالت لهم عوامل صلح مع الله فيها وما زالوا ينظرون إليها على أنها ذات المقام الأعلى الذي لا فوق فوقه. ولذلك كما قلت لم نرصد هذه الحالات إلا نادرا سواء كان في القرن الرابع الهجري أو القرن الثالث الهجري وفي القرون الحديثة، إلا إذا كانت هناك بعض اللمم في متواليات العصور، يعني مثل أحمد شوقي رمضان ولهاتها يا ساقي، هي أشياء نادرة الحقيقة. نعم. طيب دكتور، محوري الأخير الحقيقة وبقي معي دقيقتان فقط، ليلة القدر عند الشعراء غير العرب أيضا هي موجودة في الشعر العثماني، موجودة في الشعر الروسي. نعم. اسمع إلى هذا المقطع يا دكتور ولاحظ معي اللغة المختلفة والإسقاطات المختلفة كليا. إنها ليلة القدر، تلاقت الجبال واتحدت وصعدت ذراها نحو السماء، كبر المؤذن وقطع الجليد ما زالت حمراء، ولكن صقيع الظلام بدأ يتنفس في الثغور والوهاد. إنها ليلة القدر، والغيوم ما فتئت تهبط وتتشتت على سفوح الجبال المظلمة، كبر المؤذن والنهر الماسي يجري أمام العرش المعظم وهو يتبخر، وجبريل دون أن يسمع أو يرى يلف العالم النائم. هذا المقطع من قصيدة عن ليلة القدر للشاعر والرحالة الروسي إيفان بونين. ويظهر لنا جليا تأثير البيئة في النص، نص بيئي بامتياز. دكتور، هل تتبدل ملامح وإسقاطات ليلة القدر في شعر الشعراء غير العرب وفق بيئة الشاعر ولغته ومعطيات زمنه وواقعه؟ لا شك أن للقراءة الخارجية أبعاد مختلفة عن القراءة الداخلية، ذاك أننا نقرأ ليلة القدر بما يتصل بنا وبمآلنا وبتطلعاتنا وبأهدافنا وبغير ذلك من أمور. أما الذي يقرأها قراءة خارجية فهما نوعان، إما أن يكون قد وصفها وصفا من الداخل أي أتى إلينا ورأى هذه الأمور، وإما أن يكون قد أعجب بما سمع عنها فوصفها، وكلاهما موجود في الشعر العالمي أو الأدب العالمي. هذا الاتجاه الأدب الروسي عامة، هناك تقريبا أنا اطلعت على 3 أدباء كتبوا على ليلة القدر، منهم من أتى إلى هنا واطلع على هذه الأحوال. أنا أعود إلى ما ذكرته في البداية من أن نظرة الأديب إلى الأمور وسيلته اللغة، وبما أن اللغة صورها وأدواتها تختلف من أمة إلى أمة، ذكى أن الأمة العربية أمة البيان أو الصورة التشبيهية أو الصورة الاستعارية، تأثرنا نحن الآن في العصر الحديث
بالصورة الرمزية، وهذه غريبة عنا، يعني لا يمكن أن يقبل العربي أن أقول يا أحمد البرتقال أو هكذا. هذه الرؤية الخارجية التي تصف ليلة القدر بهذه الصفات أنا لا أستطيع أن أرفضها، لكن لكي أتقبلها ينبغي أن أحيط بالأدوات التي استخدمها هذا الأديب حين قرأ هذه القراءة الخارجية. ولذلك كما قلت ربما تكون لهم أدواتهم التعبيرية أو أدواتهم الرمزية، وحتى إذا ما انتقلنا إلى الأدب الأمريكي أو الأدب الإيراني أو الأدب العثماني قديما وإن كان متقاربا لأنه ابن بيئة شرقية، فإننا نجد أيضا البصمات الخارجية في هذا الوصف. ولذلك وصفوا ليلة القدر وصفا يعني كأنهم يصفون سلطانا عظيما أو كأنهم يصفون طبيعة باهرة إلى حد الذهول، ولم يدخلوا حقيقة إلى المشاعر القلبية. ولذلك كل هذه الأوصاف أوصاف مادية أرادوا عبرها أن يقولوا لك إن هناك شيئا عظيما عند المسلمين، لكن لا يمكن أن تصل إلى القراءة الداخلية التي نجدها عند المتصوفة والتي نجدها عند الأدباء شرقا وغربا من الذين أسهموا في إيصال معاني ليلة القدر إلى قلوبنا. فإننا إلى الآن حتى الششتر حين اشتق مذهب السماع أو طور في مذهب السماع وأصبحنا نستمع إلى هذه المعاني التي سمعناها في بداية الحلقة عن رمضان، هذا يؤثر فينا أكثر لأن الصورة التعبيرية هذه الصور البيانية هي صور قريبة منا، صور مألوفة لنا. صحيح. وكما قلت كلما أردنا أن نقرأ عن الأدب العالمي أكثر فيما يتعلق بنا ينبغي علينا أن نطلع قبل كل شيء على أدواتهم في تصويرنا وإلا رفضناها على الجملة. جميل. الحقيقة قبل أن أختم كان هنالك محور أيضا أحب أن أناقشه ولكن للأسف نفد الوقت. قلت بأن القروي استدل بالمولد النبوي. نعم. أيضا نصيف اليازجي. نعم. الشاعر الرائع المسيحي أيضا أسقط ليلة القدر في المديح، يقول لنا ليلة قد أشبهت ليلة القدر، على ألف شهر فضلت بل على الدهر، حوت عصبة مثل الكواكب بينها وزير بدا كالبدر في ليلة البدر، هو الأحمد السامي المقام الذي به قد ابتهجت بيروت باسمة الثغر، يساق إليه المدح من كل ناطق ويختص بعض الله بالحمد والشكر. يعني حتى نصيف اليازجي وظف ليلة القدر في المديح، وباب توظيف ليلة القدر في المديح وباب يعني أيضا أكثر من 90% باب يعني باب كبير. نعم. جدا. نعم. أتمنى أن يعني نترك للمشاهدين البحث في هذا الباب، وأشكرك شكرا جزيلا على هذه الفيوضات دكتور أحمد علي عمر الأستاذ في جامعة إسطنبول الناقد والأكاديمي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، بارك الله فيكم. أثار فنان العرب الفنان السعودي الكبير محمد عبده الجدل مجددا، وهذه المرة من بوابة الشاعر الكبير الراحل بدر شاكر السياب، وذلك حين قدم في برنامج الليوان قبل أسبوعين رواية شائهة وغريبة عن قصيدة أنشودة المطر التي غناها من شعر السياب، بل تجاوز ذلك إلى سرد أحداث غريبة ومغلوطة عن السياب نفسه، وهو ما استدعى ردا قاسيا وتوضيحا من غيلان ابن الشاعر بدر شاكر السياب. جاء رد غيلان من خلال سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر، قال فيها عن السياب ومحمد عبده وأنشودة المطر: هناك اصطلاح معبر يستخدم في اللغة الإنجليزية اليومية ويطلق على من يثرثر بكلام سفيه وغبي، وهو أن هذا شخص قد وضع قدمه في فمه، ولا أرى ما هو أكثر انطباقا من هذا المصطلح على الهذر السخيف الذي حاول فيه فنان العرب بجهله أن يتعالم وبضحالته أن يتثاقف في مقابلة له على برنامج الليوان بشأن السياب وقصيدة أنشودة المطر. وفي إجابته لسؤال المضيف عن القصيدة التي غناها في مطلع الألفية الثانية دون احترام للحقوق الفنية للشاعر أو استئذان من أسرته، ألقى بقنبلته التي لا يصدقها عاقل بأنه بعد أن أدى الأغنية قد استدعي من قبل المباحث السعودية وطلب منه أن يكتب لضابط التحقيق الذي زوده بالقلم والورقة عن بدر شاكر السياب: له الرواية ولنا أن نصدق أن السياب كان من الخطورة على أمن الدولة أن تحقق معه لغناء قصيدة من شعره،
وأن المباحث قد قررت اللجوء لمحمد عبده كي ينورها بخصوص الشاعر. ويتابع غيلان السياب: هل انتهى الهرف عند هذا الحد؟ بالتأكيد لم ينتهي، وإليكم ما أتحفنا به الفنان حبيب المتقين من حقائق ومعلومات عن سيرة الشاعر. طبعا كل هذا يقوله غيلان بسيرة يعني في مسار السخرية. قال بالحرف إن بدر شاكر السياب هذا كان بعثي وكفر بالبعثية، وصار ماركسي وكفر بالماركسية، وصار ناصري وكفر بالناصرية. ما بقي دولة من الدول الخليجية إلا وهجاها، هجا أمراءها، هجا حكامها، وفي الأخير كفر بكل ما مر عليه، وما لقى أحد يعول ويستضيفه إلا الكويت، وأدخلوه في مستشفى السالمي ومات فيه. وكتب هذه القصيدة، وكتب قصيدة في زوجته يشتمها. هنا يتضاحك محبوب المتقين ويجاريه المذيع عبدالله المديفر الذي يأخذ دور التلميذ الخائب الذي أقع فاغرا فاه أمام أستاذه الجهبذ دون أدنى معرفة بحقائق الموضوع الذي افتتحه، أو أدنى محاولة لاستبيان الهذر المنهمر من فم الفنان. ولا أظنني بحاجة لتفنيد الكذب والهراء أعلاه لتفاهته أولا، ولأن سيرة والدي الشاعر السياب معروفة لمحبيه ولمن ليس له بحاجة لمحمد عبده ليسرد ما يعرفه هو عن السياب. هنا انتهى كلام غيلان السياب، ومعظم آراء المثقفين السعوديين والعرب جاءت مؤيدة لغيلان ومؤكدة على أن محمد عبده فنان كبير، ولكن عليه ألا يصرح فليغني فقط. فهل لمحمد عبده دور كما ادعى البعض في شهرة السياب عندما غنى له عيناك غابة نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر، عيناك حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضواء كالأقمار في نهر، مطر مطر أتعلمين أي حزن يبعث المطر، وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر، وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع بلا انتهاء كالدم المراق كالجياع، كالحب كالأطفال كالموتى هو المطر، مطر 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 في كل قطرة من المطر، حمراء أو صفراء من أجنة الزهر، وكل دمعة من الجياع والعرات، وكل قطرة تراق من دم العبيد، فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد، أو حلمة توردت على فم الوليد في عالم الغد الفتي واهب الحياة ويهطل المطر. رحم الله السياب العظيم، وتبقى أنشودة المطر ملحمة إنسانية خالدة، ما هطل مطر وما نما على ضفاف دجلة جوع وأمل. فاصل قصير نحكي بعده قصة قصيدة أبي طالب في حصار الشعب، ونستعيد سيرة الروائية المصرية عنايات الزيات. انتظرونا. معروفة قصة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحصاره وقومه في الشعب 3 سنين، وقصة الصحيفة التي كتبت عليها معاهدة الحصار، وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب أن الأرضة أتت على صحيفة قريش إلا ما كان اسما لله. قال أبو طالب حينها: أربك أخبرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالله ما يدخل عليك أحد. ثم خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني قط أن هذه الصحيفة التي في أيديكم قد سلط الله عليها دابة لحست ما فيها، فإن كان كما يقول فأفيقوا، فوالله لا نسلمه حتى نموت، وإن كان يقول باطلا رفعناه إليكم. فقالوا: رضينا. فتحوا الصحيفة فوجدوها كما أخبر، فما زادهم إلا بغيا، وقالوا: هذا سحر ابن أخيك. فقال: يا معشر قريش، على ما نحبس ونحصر، وقد بان الأمر وتبين أنكم أهل الظلم والقطيعة. ثم دخل وأصحابه بين أستار الكعبة وقال: اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا،
واستحل ما يحرم عليه منا، ثم انصرف إلى الشعب وقال هذه القصيدة. قال البغدادي في الخزانة: قال ابن كثير: هي قصيدة بليغة جدا، لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع. ومن أبيات القصيدة: خليلي ما أذني لأول عاذلي بصغواء في حق ولا عند باطلي. خليلي إن الرأي ليس بشركة ولا نهنه عند الأمور البلابلي. ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحون بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل، قياما معا مستقبلين ريتاجه لدى حيث يقضي نسكه كل نافل، يطاع بنا الأعداء وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابل. كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعنا إلا أمركم في بلابل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل، ونسلمه حتى أن نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وإني لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل، أقيم على نصر النبي محمد أقاتل عنه بالقنا والقنابل، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير ناصل. القصيدة طويلة جدا، وربما تستغربون ورود لفظة القنابل فيها. لا أعزائي، القنابل لفظة قديمة جدا ولها معنى غير المعنى الحديث يعني، ووردت في شعر النابغة الذبياني: والقنبلة الرجل الشديد الغليظ، والقنبلة كانت مسيدة يصطاد بها بعض أنواع السحالي. القصيدة رواها محمد بن إسماعيل البخاري في روايتين، إحداهما عن عبد الله بن عمر والأخرى لعبد الله بن دينار، ووردت في كتاب ديوان أبي طالب وشرح لاميته لحيدر بن نور محمد خان الكابلي. وقال فيها ابن سلام الجمحي صاحب طبقات الشعراء المتوفى 232 للهجرة: وكان أبو طالب شاعرا جيد الكلام، أبرع ما قال قصيدته التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زيد فيها وطولت وشهدت في كتاب يوسف بن سعد صاحبنا منذ أكثر من 100 سنة، وقد علمت أن قد زاد الناس فيها ولا أدري أين منتهاها، وسألني الأصمعي عنها فقلت صحيحة جيدة، قال: أتدري أين منتهاها؟ قلت: لا. فالقصيدة في المحصلة أيها الأحبة تختلف كثيرا بين مصدر وآخر، وهذا مما لا يمكن ضبطه، وبالتالي الاطمئنان إلى الأصيل من المنسوب والمدسوس على القصيدة. الآن إلى سير الراحلين مع فادي أحمد، ونستعيد معه اليوم ذكرى الأديبة الراحلة عنايات الزيات التي انتحرت بسبب يأسها من نشر كتابها الأول. متابعة طيبة. عنايات الزيات أديبة مصرية طواها النسيان، وأعادها كتاب إيمان مرسال في أثر عنايات الزيات إلى الواجهة، رواية وحيدة لم تنشر في حياتها وكانت سبباً في انتحارها وفق ما تقول الحكاية. ولكن مع فادي أحمد سنكتشف المزيد ونحن نتتبع آثار عنايات الزيات. مرحبا فادي. ميت أهلا وسهلا فادي ياسر. أهلا وسهلا فيك عزيزي. الحقيقة عنايات الزيات اسم عاد إلى الساحة بقوة ومأساوية. نعم. من خلال كتاب إيمان مرسال عنها. ولكن أولاً
ماذا عن الرواية الوحيدة التي يقال أنها كانت سبباً في انتحارها؟ للأمانة هناك كثير من الأدباء الذين كتبوا مؤلفاً واحداً، وهناك كتاب أيضاً كتب عنهم الذين لم يؤلفوا إلا مؤلفاً واحداً. لكن الأمر يختلف إذا كان هذا المؤلف الذي ألفوه قد لاقى شهرة وانتشاراً أم لا. عنايات للأسف كانت من النوع الثاني، الذي عندما كتبت كتابها أو روايتها لم يكن من باب الشهرة الأدبية أو لم يكن من باب النشر الأدبي. يعني هناك أشخاص يكتبون من باب الترف، يشعر صحيح. بحالة معينة فيكتب عنها لكي ينتشر أو لكي يذكر اسمه. صحيح. لكن عنايات كان وضعها مختلف، أنها عانت فنتج عن معاناتها كتاباً، وهذا الذي يفرق بأثر الكتاب. كثيرون يكتبون وكثيرون ينشرون، لكن لا أحد يتذكر إلا الأشياء التي تمسهم بشكل مباشر. عنايات من هذا النوع عندما كتبت روايتها الوحيدة ولم تكتب غيرها، مع أنها كان لها بعض الرواية بعض المحاولات الأدبية والمقالات لكنها لم تنشر، وجدتها إيمان في آثارها. لكن هذه أشهر رواية لها، الحب والصمت. الحب والصمت. بعض المفكرين والأدباء والنقاد عندما قرأوا الرواية في عيون العصر الحالي، يعني قرأوها في 2020 أو في 2021 عندما صدرت مؤخرا، قرأوها بعين الناقد، لم يقرأوها بعين المحب لذلك الوقت. يعني عنايات عندما ولدت في عام 36 توفيت 63، يعني عمرها أقل من 27 سنة. فنتخيل فتاة في مطلع الستينيات أو في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، مع دوامة الأفكار الوجودية والمشاكل التي كانت في مصر، ومع الحراك والثورة، ويجد الإنسان نفسه بلا هوية وبلا مرجع. هي لم تكن إسلامية، يعني لم تحسب على الإسلاميين، ولم تكن اشتراكية، ولم تنخرط في مجال اشتراكي، ولم تكن أيضا من الليبرالية، وإن كان لم يكن يتمظهر هذا الشيء في ذلك الوقت. صحيح. بمعنى لم تكن منضوية تحت أي جهة، وكانت وحيدة منفردة، لا إخوة لديها، لا ذكورا ولا إناثا يتعاونون معها. هذا الأمر أدى إلى أن تعيش في حالة وحدة مضاعفة، وحدة متعلقة بذاتها، ووحدة أيضا بما متعلق بمجتمعها الذي لم يقبل أن يقبلها بما هي كأديبة ومفكرة وعالمة، ولديها مشاعر خاصة. فهي بالنهاية فتاة لها طموح ولها حياة، لكن للأسف هذه الرواية لم تقرأ بشكل جدي إلا بعد جهد جهيد من الأشخاص الذين نبشوا سيرتها وأعادوا إحياء ذكرها. الممثلة الشهيرة نادية لطفي كانت أقرب صديقات الراحلة عنايات الزيات. كانت شقيقة روحها. تقول الحكاية يا فادي إن نادية لطفي كانت تنتظر صديقتها في يوم عيد ميلادها، وأهم الحاضرين في يوم عيد ميلاد نادية لطفي كانت عنايات الزيات. إلا أن عنايات لم تأتي، وكأنها انتحرت قبل يوم واحد من عيد ميلاد نادية لطفي. صحيح. طيب، علاقة نادية لطفي وعنايات الزيات ماذا قدم لكليهما؟ أنا أعتقد أن نادية استفادت، ولا نقول استفادت، أنها كسبت من علاقتها أو بصداقتها من عنايات أكثر مما كسبت أعطت. فنادية عاشت بعد ذكراها مدة طويلة إلى الآن وتعيش على ذكراها، بينما عنايات لم تستطع أن تستمر. لا نقول أن العلاقة كانت مصلحة، فهما تعرفا على بعضهما في معهد اللغة الألمانية، كلاهما كان يتعلمان اللغة الألمانية وتعرفا على بعضهما وأصبحا من أكثر الأشخاص مقربين من كليهما. لكن أن نادية لم تستطع أن تجذب عنايات إلى دائرتها الاجتماعية، وكونها ممثلة مشهورة فلم تستطع أن تجذبها، وأيضا عنايات لم تكن مشغولة أساسا بالعلاقة الاجتماعية والأضواء، لم تكن تبحث عن الشهرة أساسا. لكن نادية استفادت من علاقة عنايات أنها أحبتها لذاتها. عنايات جميل. أرادت من نادية النادية وليس الممثلة نادية. جميل. فأحبت فيها جميل. نادية لطفي الإنسان، وهذا نادرا ما يحصل مع المشاهير. نعم. نادرا الناس يحبون المشهور لشهرته، الممثل يتمسحوا به. يعني أما أن تحبه لذاته فهذا أمر نادر. وهذا ما جعل علاقتهما متصلة جدا. جميل. أنها كانت تحبها لذاتها، حتى أن بعض الروايات تقول أنهما كانا يستعيران من بعضهما الملابس والأحذية أعزكم الله والشناتي والإكسسوارات. هذه الأشياء تتعلق بأن العلاقة تجاوزت مرحلة أن والله صداقة أو علاقة، تصل إلى مرحلة الأخوة. حتى نعم. أن نادية عندما لاحقاً ألفت كتاب باسم باولا، وهي رواية المقدمة والإهداء إلى شقيقة عمري، وقالت إلى شقيقة عمري اللي هي عناية زيات. فالعلاقة لم تكن إطلاقاً علاقة تبادل مصالح، إنما كانت علاقة محبة وعلاقة
صداقة عميقة جدا، لكن للأسف لم تطل بسبب انتحار عناية الزيات. والحقيقة يعني لقطة مهمة منك فادي، بأن نادية هي التي استفادت أكثر من هذه العلاقة، وليس براغماتيا. نعم نعم. لكن هكذا سارت الظروف يعني. صحيح. طيب نأتي إلى المحطة الأهم، في أثر عنايات الزيات. كتاب إيمان مرسال الذي أعاد عنايات الزيات وقصتها إلى الواجهة. نعم. طيب القصة المقول معروفة بأن عنايات انتحرت في عمر 27 لأن الهيئة القومية للكتاب رفضت نشر روايتها. نعم. روايتها وهي كانت غنية من نعم. عائلة مقتدرة، يعني كانت تستطيع أن تطبع على على نفقتها الخاصة. نعم. لكن أرادت اعترافاً من هذه المؤسسة بكتابها، لكن إيمان مرسال تحدثت عن أسباب أخرى تقول سبب الانتحار ليس هو عدم طباعة الكتاب. نعم. وإنما جملة من المآسي شكلت حبلاً التف على عنق عنايات الزيات وقتلها. صحيح. ما هي هذه المآسي؟ والله بداية قبل أن أتكلم عن هذه المآسي، أنا أريد أن أوجه رسالة شكر للكاتبة والأديبة إيمان مرسال على كل ما تكتبه، لكن بشكل خاص كتابها الأخير الذي كتبته عن عنايات، وقال بعض الأشخاص قالوا أنها أعادت إحياء شخص ميت لكن أحيته في قلوب الكثيرين. صحيح. فهي أنا ومن ضمن الأشخاص أنا لم كن أعرف من هي عنايات. حتى أن الشيء الغريب أن طريقة تعرف إيمان مرسال على عنايات كان صدفة. في بعض الزيارات إيمان مقيمة في كندا وتعود إلى القاهرة في زيارات إلى أهلها وأقاربها. في إحدى الزيارات كانت تمشي في سور الأزبكية فوقع عينها على رواية باسم الحب والصمت بقلم عنايات الزيات، مهملة لا أحد يعرفها، 160 صفحة، فأخذتها اعتباطاً وأخذتها من باب الاطلاع. قرأت الرواية، شعرت عنايات شعرت إيمان أنها ترى نفسها في هذه الرواية، وهذا باب مدخل. يقولون أن إيمان حثت الخطى لمعرفة تفاصيل عنايات لأن وجدت شبيها لها في عالم آخر. جميل. فأرادت أن تحييه. والعلاقة بينهما كانت علاقة مقاربة، فإيمان أيضا أديبة وهذه أديبة. إيمان أيضا عانت من الناحية الاجتماعية والقبول الاجتماعي داخل مصر، وهذه أيضا عانت من هذا الأمر. فأرادت أن تتقصى وأن تعيد سيرتها الأولى. لكن من الملامح المهمة جدا في حياة أو في كتاب إيمان أنها لم تكن تسعى لترويج روايتها الأم، بمعنى لم تكتب إيمان كتابها لتقول للناس هناك رواية مشهورة لفنانة لمبدعة اقرأوها. أبداً. هذا كان أمر هامشي وهذا لم صحيح. تكن تبحث عنه، إنما أرادت أن تقول أن هناك أجواء وهناك صفات وهناك علاقات وهناك سلسلة من الأحداث التي يعيش فيها أي واحد فينا إذا لم ننتبه إلى الإشارات. وهي قامت بعملية دومينو جمع. وكأن حياة عنايات عبارة عن قطع دومينو متناثرة في القاهرة. وقامت قامت إيمان بتتبعها. حتى الأثر، حتى عنوان الكتاب متميز، في أثر، والأثر صحيح. متعرف عليه أنه ليس شيء واحد. صحيح. هنا كتاب، هنا قلم، هنا ورقة، وهنا أشياء أخرى، أصوات الناس. حتى أنها أرادت أن تقول إذا أردتم إحياء شخص فذهبوا إلى المقابر، وهي تقصد بذلك مقبرة عنايات، وهي كانت أول محطة أرادت أن تبحث عنها لعنايات، فذهبت إلى المقبرة لتعيد إحياء سيرتها وتتبعت الخطوات ومكثت أكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات تبحث وتجمع وتوثق. جميل. ثم خرجت لنا بهذا الكتاب البديع جدا الذي بالفعل يستحق، وهو نال جائزة ب 2021 أو 20 جائزة الكتاب لأفضل كتاب سيرة. وقال أنه هذا النمط، هذا غير مطروق، نمط التقصي الأدبي. هناك تقصي صحيح. سياسي صحيح. هناك تقصي اقتصادي صحيح. أو البحث الاقتصادي، لكن بالناحية الأدبية نادرة أن تعيد إحياء شخصية بهذا الشكل عن طريق تقصي أخباره بهذا الموضوع. طيب نعود إلى الأسباب التي ذكرتها إيمان عن انتحار عنايات الزيات. نعم. للأمانة هناك 3 أسباب رئيسية اللي قد تكون مؤثرة بوفاة أو تؤثر انتحاره. الأمر الأول الناحية الاجتماعية لعنايات، فهي كانت متزوجة ولكنها لم تنجح في علاقتها، وكانت فتاة حالمة، لكن عندما تزوجت لم تجد هذا الزوج المحب الذي يعطيها كل ما تريد في حياتها. إضافة لطلاقها وأخذ ابنها منها، فأصبح ينسب لأبيه وأخذ حضانته أبيه، فلم تعد تشعر بشيء، فكأنها فقدت كل شيء، كانت ترى الدنيا من خلال ابنها فقدته. فالعلاقة أخذه أبوه وسافر به، وسافر به، فهذه أول سبب لم تستطع أن تعيش بذلك، فشلت في حياتها الزوجية، حياتها العلاقة الاجتماعية. الأمر الثاني هو الوحدة الأسرية، الحياة الأسرية التي عاشت بها لم يكن لديها أخوة، أبوها وأمها لم يكن مقربين جدا منها،
لم يكن لها علاقات اجتماعية قوية، فعاشت بحياة وحدة قوية وقاسية من عزلة اجتماعية. عزلة اجتماعية. الأمر الثالث تعلق بالناحية الأدبية، أنها لم تجد الاعتراف الكامل والكافي بموهبتها، حتى أنها راسلت كثيرين تقول لهم اقبلوا روايتي أو اقبلوا ما كتبته، فكانوا إما يتعذرون بالانشغال أو حتى أنهم يتجاهلونها. والغريب أنها لم تسعى ولا مرة واحدة أن توسط نادية في أن ينشر لها، مع أنها كانت من كبار الممثلات في ذلك الوقت وكان لها علاقات. هي تريد انتزاع الاعتراف الحقيقي بالضبط، وإلا كانت نشرت على نفقتها. فهي ما تريد إلا أن يعترف بها كناحية أدبية، تراد أن يعترف بها لذاتها، لذلك لم تريد أن تضع واسطة أن لكي يعترف بها. من أجل ذلك سدت جميع الأبواب في وجهها، الناحية الاجتماعية مطلقة ومبعدة وابنها أخذه زوجها، الناحية الأسرية حياة وحدة ليس لها هناك معنى وفقدت المغزى من حياتها، لا أسرة لا علاقات لا حياة اجتماعية لا دراسة، حتى أن المعهد لم تكمل به، المعهد الألماني درست به شهر أو شهرين ثم تركت لم تكمل. الأمر الثالث العلاقة الأدبية لم تنجح، فهي نظرت إلى حياتها وهي الحياة المختصرة لم تجدها ولم تستطع أن تحتمل، فأرادت أن تنهي حياتها بشكل سريع، فتناولت حبا منوما و قضت حياتها. انتحرت عن طريق الحب المنوم. نعم عن طريق حب منوم، أخذت حبوب وفادي، وكأنه بعض الأدباء الكبار في عصرها قسوا عليها أيضاً. يعني شيء مؤسف الحقيقة. ينسب أن أنيس منصور كان من الأشخاص الذين لم يتعاملوا معها بجدية، لم يأخذوها على محمل الجد، كان يعيدها ثم يرفض، مع أنه دافع عنها بعد ذلك وقال أنا لا، أنا قلت لها أنه الرواية تطبع لكن لا أريد أن أطبعها في هذا الوقت، فتحجج بحجج. لكن الحقيقة أن بعض الأشخاص قسوا على عنايات، مما أدى إلى أنها انفجرت فلم تحتمل هذه الحياة دون 27 من عمرها رحمها الله. وربما هنا فادي موجه رسالة إنسانية وأخلاقية إلى كل المسؤولين الثقافيين، سواء في الحكومات سواء في المؤسسات الخاصة سواء في دور النشر، حتى إن لم يكن المنتج لائقاً تعاملوا برفق مع صاحبه، ردوا على العالم، يعني صاحبه لائق إنسانياً فتعاملوا بإنسانية يا أخي، ردوا على الأقل على الناس حتى لو بالرفض، فليكن رفضاً لا يقطعه عن الكتابة. نعم. وإنما يحفزه على تعديل المسار. نعم. وعلى التجويد والتحسين، وهذا من الأدب وجد كما تعلم وكما يعلم السادة المشاهدين، هو عالم موازي لهذا العالم، هو في مواجهة القبح، صحيح، في مواجهة الوجع، صحيح، في مواجهة الألم، نخلق هوامش من الجمال من الرفق من الإحسان لكي يصبح هذا العالم أجمل. وأرجو أن لا ينتهي مصير أي أحد إلى ما انتهى إليه مصير عنايات الزيات. أشكرك شكرا جزيلا فادي. حياك الله أستاذ ياسر. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم أيها الأحبة، أراكم السبت القابل، كونوا بخير.